طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كلامنا على الهيت اكشينجرز ونقول ازاي نعمل لهم اناليسيس. فده سكشن 11.3 اناليسيس اوف هيت اكشينجرز. قلنا ان هيت اكشينجرز انا عندي كولد ستريم وهوت ستريم، فالكيو دوت اللي بتنتقل من الكولد ستريم بتروح للهوت ستريم. فعاده الهيت اكشينجرز دول بيشتغلوا ستيدي ستيت، بيشتغلوا على طول. فبتقدر تيجي تقول ان يعني بتعمل شويه اسامبشنز. اولا ان هي انسوليتد، هيت اكشينجر دول انسوليتد، فبالتالي لو انا عندي كولد ستريم ماشي كده، ده كولد بيسخن، وهوت ستريم ماشي بالعكس، فالحراره بتنتقل من الهوت ستريم للكولد ستريم بتروح له، ما بتفيش اي حراره بيفقدها الهيت اكشينجر وبيطلع بره. فده اول اسامبشن. فما دام كده معناها ان الكيو دوت ممكن تشوف تحسبها من واحد من الاثنين ستريمز، يعني بتقول ان الهوت ستريم ده برد، فيبقى الام دوت بتاعه الهوت ستريم في الهيت كاباسيتي بتاعه الهوت ستريم ملتيبلايد باي فرق التمبرشر. فاحنا هنخلي كيو دوت دي دايما بالبوزيتيف، فيبقى تي اتش ان ماينس التي اتش اوت. فممكن احسب الكيو دوت اللي فقدها الهوت ستريم بناء على اختلاف التمبرشر ما بين الدخول والخروج بتاعه، وهي دي نفسها الكيو دوت اللي اخذها الكولد ستريم، لان قلنا ما فيش اي لوسز. فام دوت كولد ستريم في سي بي سي multiplied by the temperature بتاع cold stream out minus temperature بتاع cold stream in، والاثنين دول بيساوي بعض. طيب ده الفلو ريت بتاع cold stream بتاع الهوت، وده بتاع الكولد، وده الهيت كاباسيتي بتاع الهوت، وده الهيت كاباسيتي بتاع الكولد. ممكن احنا نتكلم ناخد الاثنين دول مع بعض كده ونسميها الهيت كاباسيتي مره واحده بتاعت الستريم، فهي دي هنسميها سي سي كاباسيتي بتاع الستريم او هيت كاباسيتي ريت، وده الهيت كاباسيتي ريت بتاع الهوت ستريم. فبالتالي ايه ال CH في ال TH ان، يعني ناخد كل واحده في ال TH ان minus ال TH out بتساوي ال CC في ال T cold out minus ال T cold in، ال C cold heat capacity rate cold. طيب لا، لو انا عندي تغير، هما اتنين التو ستريمز دول التمبرشر بتاعتهم هتتغير، درجه حرارتهم هتتغير، فاللي هيتغير درجه حرارته اكتر هو اللي ليه هيت كاباسيتي اقل، لان هما اتنين دول بيساوي بعض. فبالتالي ده مضروبه في ده، فلما يكون الهيت كاباسيتي اقل يبقى الدلتا تي اللي هيتغير فيها هتبقى اكتر. تمام، دي بس معلومه لازم ناخدها في اعتبارنا عشان نستخدمها بعد كده. طيب لما يكون انا عندي بقى زي ما موجود في الرسم هنا كاونتر كارنت، ممكن الدلتا تي كولد بتساوي الدلتا تي هوت امتى؟ لو كان السي هوت بتساوي السي كولد، بالتالي يبقى الدلتا تي بيساوي بعض، منطقي يعني هم مضروبين في بعض بيساوي بعض. فلو عندي كاونتر كارنت هيت اكشينج زي كده شايفين الرسمه، الدلتا تي 1 والدلتا تي 2 ممكن تساوي بعض امتى؟ لما يكون السي كولد بتساوي السي هوت. في نوع من انتقال الحراره بيحصل جوه هيت اكشينجرز لما يكون عندي واحد من الستريمز بيحصل له كوندنسنج زي ما مرسوم في الرسم هنا. فلو عندي كوندنسنج فلويد، كوندنسنج معناها ان التمبرشر بتاعته بتبقى ثابته وهو بيتغير الفيز بتاعه من الفيبر فيز للليكويد فيز، فهو عشان يحصل له كوندنسنج فبيدي الحراره بتاعته للكولد فلويد، فالكولد فلويد بيسخن، فبالتالي الكوندنسنج فلويد التمبرشر بتاعته ما بتتغيرش، فكل كان الهيت كاباسيتي بتاعته عاليه جدا انفينيتي، لان هو ايه بتاخد منه حراره ومع ذلك التمبرشر بتاعته ما بتتغيرش. نفس الكلام لو كان عندي بويلنج تحت هنا، بيحصل بويلنج، فبويلنج ده هو عشان يحصل له بويلنج محتاج حراره، فبتدي له حراره من الهوت فلويد، بتدي له حراره من الهوت فلويد التمبرشر بتاعته ما بتتغيرش لان هو الفيز بتاعه بيتغير، فكانه عنده انفينيت هيت كاباسيتي ان التمبرشر بتاعته ما بتتغيرش. الحقيقه الكيو ما بتتحسبش بالدلتا تي بقى في الحاله دي، الكيو لو كان بيحصل كوندنسنج بيبقى بتساوي الاماونت كوندنسد ام دوت حصل له كوندنسيشن مالتيبلايد باي الليتنت هيت اللي احنا كنا بنجيبها من الستيم تيبل مثلا كاسمها اتش اف جي، اللي هي فرق الانسبي ما بين الليكويد والفيبر. ف مفيش تمبرشر تشينج بيحصل، فكان الكاباسيتي بانفينيتي يعني، لكن هو الكيو دوت في الحاله دي بتتحسب من الاماونت اللي حصل له كوندنسيشن او حصل له بويلنج. طب الكيو بقى اللي احنا حسبناها من هنا دي برضو ممكن نحسبها من الهيت ترانسفير اللي حصل اكروس الاريا، او في ترانسفير ما بين التو ستريمز، فممكن برضو نقول انها بيساوي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت
في الاريا اوف هيت ترانسفير مالتيبلايد باي الدلتا تي مين المين تمبرشر ديفرنس. لان التمبرشر ديفرنس زي ما مرسوم هنا ممكن في الاول يبقى زي في الاخر او ممكن يختلف. هنا في الاول التمبرشر ديفرنس كتير وفي الاخر كان قليل. فالدلتا تي مين ما بينهم هي اللي بناخدها في الايكويشن بتاعه الهيت ترانسفير اكروس الهيت ترانسفير اريا. الدلتا تي مين دي بقى احنا شفنا قبل كده في اناليسيس قديمه انها كانت بتطلع لوجاريثميك. هنعمل اناليسيس دي مره تانية دلوقتي عشان نشوف انها برضو هتطلع اللوجاريثميك, وهي دي اللي بنستخدمها اللوجاريثميك مين تمبرشر ديفرنس, وهنعمل ميثود ليها نستخدمها في الفيديو الجاي. شكرا.